السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل أبو أحمد الله يحييك عبد الله طالب الصالحاني، وهذا الجزء هو الجزء السادس، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني التي تتمحور حول ثورة 36 والإضراب الشهير وأيضا حرب العالمية الثانية والانتداب البغيض والصراع مع العصابات الصهيونية وزلزال النكبة الأليم وما وصلنا له حتى هذا اليوم. أهلا وسهلا حجي. حضرتك ذكرت مجموعة من الأشخاص شاركوا في ثورة 36 أبناء قريتك، شو تذكرون أسماءهم مرة ثانية حجي؟ حسين شويش. نعم. حسين جليلي. نعم. إسماعيل شويش. ممتاز يا حجي. بس هذول حجي؟ لا، في علي الصلحاني. وفي زكي الجمل، فايز الجمل. نعم. طب لمين كانوا عمي؟ مين كان القائد اللي كان يعني علاقته معهم طيبة؟ هذا الحاج أمين حسين. للأمين حسين. كنتوا تسمعوا عمي برباح العوض؟ اسمع رباح العوض من غبسية. من غبسية. هذا من غبسية، هذا كان قائد طورة. وفي أكثر القوات كانوا من سفوري، أبو محمود الغز، أبو محمود الطويل. أكثر القوات كانوا من سفوري. نعم. رباح العوض آخر النهار صفى مع الإنجليز. الله يسامحه. مبروط على كان الشيخ أسعد الشهير عنده شاب دكتور، كان يطلع على الطوار يحكمه، قتلوا الشيخ أسعد الشهير. قال إذا الثورة قتلت ابني نقضي عليها، وإذا الإنجليز قتلت ابني طالع ضده. أسعد الشهير ابن مين يا حاجي؟ ابن الشيخ بيت أبو أحمد الشهير. أبو أحمد الشقير، يعني قصدك عمي أنور ولا؟ أنور ابن أسعد الشقير. دكتور أنور. لذلك دم إله مين؟ رباح العوض. رباح العوض كان قائد طورة. طيب حجي، أبناء قريتك كانوا فرارات ولا كانوا؟ لا، كانوا مع الحاج أمين. قصدي كانوا عايشين في القرية ولا عايشين في الجبل يعني؟ لا، بالقرية. طب كان يا اخي طور بيطلع على الجبال اما بعد يوم يومين وثلاثة واربعة وخمسة. طب لما كانوا الثواري مرجوعين، مرجوعين لوين؟ لقريتهم. لقريتي. كنت عمارة قرائير انا. حط اللغم بعمارة، بتعرف شو العمارة؟ علي صوتك شوي يا حاج. كنت عمارة قرائير، حط اللغم بعمارة. نعم. بتعرف العمارة شوية؟ جسر صغير. نعم. علي الصالحاني وحسين شويش واحد مسيحي. شو اسمه؟ والله مهم طلع اللغم بالمسطح. اجت الانجليز ضربتني شعر، رحت لعند ابوي قلت له والله يابا طلع لغم في بنا وحط لغه فلان فلان ضربني. قال لي بتعرف ضربتك؟ قلت له لا. قال لي السكوت التزام البيوت، ولو حكيت كلمة الحق بتموت. ثاني يوم جت انجليز على الزيب، عبت باص شباب، شفيره باص كان اسمه سامبو. شو اسمه؟ سامبو. يهودي هذا ولا؟ لا. انجليزي؟ لا، ابن عرب اسمه سامبو، هو اللقب او هو اسمه المهم. نعم. اجى حطوه بجسر طارق. قلت يا رب والله ما إلي انتهى واحدة. نحط اللغة الفلان فلان. هذه كتير كانت ناس تروح أبرياء كتير. شو صار فيهم هذول عمي؟ ماتوا كله. اللي أخذوهم؟ حطوا لغم بجسر وانبيروا لغمة الباص فيها، فجرت الباص فيها. عمي مين اللي حطوا الأرقام؟ الإنجليز. حطوا وفجروا العرب؟ ولا العكس يا حجي؟
هن الانجليز لحمة هذا الجسر فطير الباص عرفوا انه آية من الزيب هذول اللي حطوا اللغم بهاي العبارة من الزيب. طب اللي حط اللغم في العبارة من وين يا حجي؟ من بلدنا هذول تبقى قتلوا انجليز فيها هذه العملية؟ قتلوا انجليز فيها فقتلوا اللغم بمسطحة وراح منهم قتلة كثير حجي الانجليز؟ سبعة الانجليز شو قالوا هذول اللي حطوا اللغم من الزيب شو تعمل انجليز؟ تنتقم مني جمعت أهالي البلد على البيضاء نقات فوق 20 شخص وكبت في الباص لغموا الجسر وطلعوا الجسر اللي لغم فيه. طيب حجي الثوار شو كانت أهدافهم حجي؟ أهدافهم ضد الجيش الإنجليزي؟ ضد الإنجليز واليهود. طيب شو كانوا يستهدفوا يا حج؟ الجهتين. عظيم. أنا قصدي يستهدفوا حجي المعسكرات، مراكز البوليس، ولا مثلاً دوريات الجيش الإنجليزي؟ كان يستهدفوا الإنجليز. يعني بيروحوا مع معسكرات الحج ولا لما يشوفون قوافل؟ تبقى قاطة مسطحة آلة جيب آلة رنج يضربون. نعم. طيب حجي عندك معلومات إنه الثوار لغموا سكة الحديد مثلا؟ ما شفتش. طيب أنابيب النفط حجي اللي جاية من بغداد لحيفا سمعت انها تلغمت او اطلقوا عليها النار؟ كثير كانت تحصل. كانت تحصل كثير. المير فيصل وين قتل؟ تبع الاراضي وين قتل؟ بحيفا. طيب يا حجي واحد منتقم لانه كانت فوضى. كانت فوضى كيف يعني؟ والله انا عدو فلان بقتلهم ولا الطوار قتلتهم. كانت ناس تصطاد بماي الاكل كثير مثل هلا. اعمل عمليه الارض المحتله وكل الدول العربيه تقوم ضدك. قتل النفس حرام. قتل الابرياء حرام. ان يكتب على شيء. كلمه حق ان ترتد باطل. كلمه حق اكثر هون بقول لك انتوا بعتوا ارضكم، انا بعت ارضي. بعت وطني انا. انا بعت ارضي بعت وطني. ما بعت يا حجي انت؟ ابدا. طب مين اغلى؟ مين اغلى؟ الارض ولا الولد؟ الوطن ولا الولد؟ والله يفترض الوطن يا حجي. بعد الوطن ما فيه. بعد الوطن ما فيه. ياما ناس بتضحي مشان وطنها. 50 ولد روحوا وقالوا وطني موجود. لاجئ صرنا 62 سنة بعدنا لاجئين تشتغل بقول لك أنت لاجئ وين بقول لك أنت فلسطيني لاجئ لو إلي وطن أنا بديش ولاد بدي وطن يعني إن ما إلي وطن ما إلي دين وإن ما إلي دين ما إلي عرض ما إلي وطن ما إلي دين وإن ما إلي دين ما إلي عرض ما بتاخد في الأول إلا بدي أرجع بالأول. مفاوضات ويا حبيبي ويا روحي تتبكبك ما فيه، حقك بدك تخدمك من راحتك. مثل ما راح الحق منا لازم يرجع. بديش واحد يكون كيف راح وطني من الأول بدي أرجع بالأول؟ أما بالبكا بالنوية ويا عمي مشان الله هيئة الأمم المتحدة شو حققت معنا هيئة الأمم شو جابت لنا؟ مجلس الأمن شو جاب؟ ولا شيء يا أستاذ ما منا شيء ولا حنعمل شيء. طيب يا حجي ضيعونا. حجي كان عندكم نجادة في القرية أو فتوة؟ نعم نجادة أو فتوة. كان في نجادة عكا حزب النجادة. مين كانوا قودوا في عكا يا حجي؟ عدنان الحكيم كان بلبنان هون
ايش النجاة عدنان الحكيم هوني فلسطين عدنان الحكيم يا حاج؟ لا لبنان عنده 70,000 نجاري طمروني سعادة السنية 70,000 عدد أولا آخرا عند بلبي أكبر حزب نجار بلبنان. طيب يا حجي حدا من أبناء خليتك كان في النجادة حجي؟ بس بأنه محضر حفلات محضر تدريب هنا في عكا؟ هو لا أنا بقصد في عكا. عكا لا نسمع حزب النجادة وحزب النجادة كبير. بتعرف مين كان قائد النجادة بشكل عام حجي؟ واحد من حيفا بتذكر. من حيفا ولا من يافا؟ والله ما بس بعرف انه قائد او حيفا او يافا على ما بعتقد. طيب حجي ابناء قريتك الثوار عندك معلومات انهم قاتلوا في معسكرات الجيش الانجليزي ضد معسكرات الجيش الانجليزي؟ شو المعلومات الحجي؟ شو الهجمات اللي قاموا فيها؟ شو مر الى الطياره الانجليزيه طاردتهم فاتوا على بيت عرب شلحوا البدله ولبسوا كبر عرب ثلاثه اجت الجيل عم بتدور ودخلوا مع المواشي في شباب قالوا البدويين فيش عندنا شباب هاي اولادنا اياها شلحوا بدلتهم ولبسوا كبر عرب لبس عرب هذا اللي بتذكره قال عم احنا شو طياره شافت فاتوا لقيتهم فات حدا فات شو دوله وهم موجودين مع المواشي راح كثير من الجزء كثير. طيب حجي الثوار كانوا يجوكوا على القريه يحتموا فيها يناموا فيها مثلا؟ ما هي اولادنا. لا ثوار من خارج القريه مش غير رباح العوض كان يجي. بس رباح العوض؟ نعرفه شخصيا. طيب لما كان يجي رباح العوض كان يجي بالسر حجي ولا بالعلم؟ اشهر كبس. طيب بيكون في حراسه عليه على طبعا في حراسه لكن في كان حد يفسد؟ نعم مسترجي. طيب كانوا يستطلعوا له الطريق يا حجي لما يدي يطلع مثلا من القريه يروحوا شباب مثلا من ابناء القريه يستطلعوا له الطريق خوفا من كان يجي شباب من عنده هو لبسين لبس العادي والطريق مفتوح كان يجي على خيل ولا ماشي يا حجي؟ لا كان يجي بالسياره. كان معه سياره؟ لا يجيب سياره اي سياره يجيبها امرار يركب فرس يجي أمر مشي إذا كان قريب بيجي مشي. تتذكر شكله يا حجي طويل قصير؟ زلمة قصير طويل جسمانه طويل مجوز كيف مجوز يعني نعم مقتنز كان طيب كبير. طيب حجي الحجة مين الحسين إجاكوا على البصة؟ ما إجا على البصة حجي أمير الحسيني مفتي الإسلام الأعلى راح وقت الكادر الحسيني على ألمانيا صار حرب العالمية الثانية ظل في ألمانيا لما سقط ألمانيا صاروا ياخذوا الإسلام بعدين يردوه يعني شو قال لي الحاج أمين؟ ليش عم تقول أنا مطهري؟ قال لي واليهود مطهرين عم بقول اليهود افتكر المسلم يهودي قال له المسلم مطهر إجا عبد الكادر الحسيني قبل الحاج أمين الحسيني إجا على فلسطين نعم إجا حج أمير حسين على فلسطين إجا على الأول إن إجا مقنع نعم حج أمير حسين هو قاعد الطورة. طب حجي كان عندكم الكف الأسود؟ آه. في القرية ولا بالمنطقة؟ إحنا بنعرف إنه واحد بده واحد يحط كف الأسود على الحيط على الباب. يعني شو الكف الأسود على الحيط يا حجي؟ كنا تنتهى هذا عميل كسوس يوم يومين ثلاثة أربعة يوم يراقبوه يتأكدوا والله فلان فلان عميل يتأكدوا أبو ضرة كان جد الواحد إذا خطي عن ضربك بتلاقي جد في البيرو طيب أبو ضرة
احنا. طب كانوا حاكموا الناس يا حاج ولا هيك؟ يمكن قصة إسرائيل عم تاخذ متحكم بالسجون كان يحكموها؟ كان جدته بالبير بس قالوا له هذا عميل خذوه جدته بالبير. طب بيتأكدوا حجي انه هذا عميل او لا؟ حسب معلوماتك؟ من عند الله، بس انا بعرف ابو دره شفته. كيف شفته ابو دره يا حاج؟ قصير اجى معنا طوله 110 سم. كيف كانت شخصيته يا حجي؟ مجرم يا فلان ابو دره هو اسمه ولبقه بس بقول ابو دره كان قائد طوع وكان قائد طوع يعني كان اعلى من رباح العوض يا حاج. اعلى من ابو محمود الرز واعلى من ابو محمود الطويل. طب عمي كانوا يلبسوا زي موحد ولا كانوا مدنيين؟ مثل مدني هيك حط مثل الصورة اللي شفتها انت سلح لك. طيب حجي القرية تعرضت لطوق من اليهود؟ نعم. من الانجليز اسف؟ بلدنا طوقت؟ كم مرة يا حجي؟ حط شريط جابوا الشباب جابوا شوك سدر شوك هذا سدر نيموا يجيبوا الواحد ينموا عشاق السدر ويقعدوا عليه. أنا يعني شفته. هذا إمتى حجي؟ بأي سنة؟ سنة 36. طيب شو السبب يا حجي؟ هذا ولد طائر هذا من الطوار. شو اسمه هذا الشاب اللي كان حطوه على الشوك؟ كثير فيه واحد اسمه أحمد كنعان. أحمد توفيق كنعان شلحوه بس بالكلسون أظن والبريطاني نموا على شوك السدر يقعدوا عليه يدعس عليه بشباطه. شباب كثير حطوا منه متاهيل. قدام أهل القرية حجي كان؟ قدام العالم كله القرية أي قرية حاك مرزان ما تشكى أمر دمين إلا اللي دخلها. ما شد يوم مثل البشر ده لما غيت أنا لأي ساعة. طيب يا حجي لما كانوا يعملوا طوق على القرية أي ساعات كانوا يجوا؟ إيه حسب أمراض بالليل أمراض بنهار الطقوة أمراض الظهر حسب. طب لما يجوا كانت تجي قوة كبيرة ولا شيء بسيط يا حاج؟ كانت تجي كميونات بدنا فلان فلاني. ما كان في فساد مثل اليوم. نعم. يخبوه ولا يدوروا عليه. ابن البلد وصاي بس دوروا عليه خذوه. تدل اثبت. فوت على البيت ما لهش نظرة علي. طيب حجي كم مرة طوقوكوا يا حاج؟ أنا بتذكر أربعة. أربع مرات. طيب حجي لما كانوا يطوقوكوا كانوا يطولوا عنكم في القرية؟ لا الحريم ما يقدموا الصوبة. شو بيعملوا بالرجال يا حاج؟ ياخذوهم. وين حطوهم يا حاج؟ يحلوا في الكاميون ياخذوهم. كانوا حملوكوا أنتم بالكاميونات؟ الحمل اللي بدنا إياه ياخذوهم بالكاميون. والأربع مرات كانوا حملوا ناس؟ أمرا ياخذوا 10 أمرا ياخذوا 5 قال بدن إلي أنا ما يلقونيش يرجعوا. طيب لما كانوا يداهموا في طوق القرى حجي او القريه كانوا يفتشوا البيوت حجي؟ حياه ابوي كان عنده فرد كرداخ. بتعرف شو الكرداخ؟ لا. احنا كنا في البريه. قلت 12 ابو طحوني هذا ابو بكر. نعم. اسمه كرداخ. قلت 12. في ساعه الى بيضه هيك. بالحيطه بتنحط. ساعتين. أظهر الساعة في تاج. أبو يحط الفرد أظهر الساعة فوق. تيجي يقول له صدعنا عنده فرد. يفتش هيدا أقولش. يوم عندي أخ اسمه محمود هيك. قد علي عطلي عندي. يعطوه حتى الملبس. وين أبو حط الفرد يقول له تعال. يحطه. أخذ أبوي على حيفا. عند علينا الفرد لي قال له انا عندي موقش وانا قاعد بالبريه جفت ما كنتش تعطوني جبت دافع عن نفسي عن طرشي اشتريت فرد جزا 10 جنيه سمحوا لي بجفت العين وحده. نعم يعني حجي قصدك صدروا له مسدس؟ اه سمحوا لي بفتشوا بعته خبير
بقت عندي شيء 4-5 أيام بعد أخبار النام سيدنا، لأنه بيت بالبرية وعنده الطرش والوحش يدافع عن نفسه. سمحوا له بجيب فرع بعين واحدة بصادوا عنده الفرع. طيب حجي، لما كانوا يجوا على البيوت أو على القرية كانوا خربوا شيء في البيوت يا حاج؟ لا لا، بس بدهم شخص يفتشوا دولة وطالع. لا لا أبدا يا حجي. لا لا، كل إنسان ما في حق. ممتاز. لا حجي، اعتقلوا حدا غير أخوك؟ نعم. اعتقلوا حدا غير أخوك؟ ما اعتقلش. أبوك اللي اعتقلوا ولا أخوك؟ أبوي. أه. لما نلقوا الفرد عنده يمين هذا قال لي تفضل معنا أخذوه عن صالح حكيم. نعم. قال له الفرد إلي؟ قال لي نعم. وين حطوا؟ قال حطوا على ظهر الساعة قال له أنا عندي طرش وعد البرية معمر في البرية لدافع عن الطرش هذا الواحد يوحوش من طبع من أي حشرة. طب في كل مرة عم كانوا عبوا ناس بالكاميون ويأخذوهم؟ لا بدهم واحد يدوعي ما يقعش. بيأخذوا مجموعة؟ يأخذوا أخوه ابن عمه أبوه يأخذوه. بيطولوا عليه حجي؟ لا يوم يومين يفلتوه. طب أنت عمرك؟ بدي ابني، بدنا ابني دور عليه. أنا مسؤول عن ابني، دوروا عليه وخذوه. طيب أنت حاج انسجنت عندهم؟ لا أبدا. طيب حجي، هدموا بيوت، نسفوا بيوت في القرية؟ لا 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 أبدا يا حجي. بلدنا ما هدموش ولا بيت، ولا بيت هدم. طيب حجي، إضراب الشهير، إضراب 6 شهور. 6 أشهر. نعم. إضراب 6 أشهر. نعم. قطعوا المواد عندنا، صرنا ناكل خبز خشكار، رغيف فرنجي أصمر، مخالي. اسمه خشكار. اسمه خشكار. مخالي مخالي. وين كنتوا تجيبوا هاي المخالي؟ نشتريه. عندي خبز خالص نشتريه. قطعوا المواد عندنا بالمرة. 6 أشهر إضراب 6 أشهر ما ننسى هاي. نعم. بعد ما اتذكرها ما ركعنا. طب مين اللي حجي طالب في الإضراب أو؟ الثوار. الثوار. طب كيف كانت ظروف فلسطين حجي؟ الظروف الاقتصادية، الظروف المعيشية؟ سيئة. محكوم. طب أنتوا في القرية تأثرتوا بهذا الإضراب يا حجي؟ ما كثير. بدك مثلا سكر فش. بدك رز ما فيه، بدك شاي ما فيه، بدك بن ما فيه، بدك ملح ما فيه، بدك سمنة، عندنا سمنة. بالنسبة لي أنا لا، بدك أنت من مدن. نعم. لا تأخذ بصورة شخص واحد، بدك تأخذ بصورة عامة. المدن كانوا متأثرين يا حاج. المدن كانت متضايقة. طيب حاجي، أنتوا كنتوا تبيعوا بضاعتكم في المدينة؟ المدن كل واحد لابس حطة وقال كانوا ياخذوها. الإنجليز كل واحد يلبس حطه كان يخدم هذا تائر. شو تقول المدن؟ قول إيه دولة الطوار ما صارش فينا هيك. نعم. لما شو قالوا هنا الطوار؟ كل واحد لابس طربوش لازم تقتلوه. صار كل العالم تلبس حطات عيلة. طلع قرار الطوار كل من لابس طربوش لازم ينقتل. أنا بصرت تلبس كلها تحطاته هاي، اللي بيعرف يلبس اللي بيعرف يلبس هاي يلبسها. ضاعت الطاسة. ضاعت، نعم. ضاعت. طب حجي، خلال فترة الإضراب 6 شهور، يعني فترة طويلة، أنتوا كنتوا تبيعوا بضاعتكم في حيفا؟ ما فيش بيع. وقفتوا البيع؟ ما في، ممنوع. طيب مش تأثرتوا اقتصاديا يا حجي؟ شو اقتصاديا يعني؟ البطيخ مثل قلتوا باذنجان، المهم اني انا عايش. بس اللي كان يتضايق اكثر شيء المدن. نعم. المدن. المدن. كنتوا تساعدوهم يا حجي؟ يجوا لعندنا امراض نعطيهم يشتغلوا. بس بالسرقه ممنوع، يصير قليل ما يمشي. كل انسان صار يخاف على حاله. نعم. طب حجي، شو كان التزام التجار وابناء المدن في الاضراب؟ كيف يعني؟ يعني كانوا ملتزمين؟ غصب عني، غصب عني، غصب عني، مش طيبة.
ما الطيبة. طيب حجي، سمعت عن حدا ما التزمش في الإضراب؟ نعم. سمعت عن حدا إنه ما التزم في الإضراب؟ مات؟ ما التزم في الإضراب؟ ولا كله التزم؟ هي بدي التزم بس من عنه. ما التزم في الإضراب؟ قال عمي يعني شورى عمي إضراب شامل شورى عمي كل الوقت حجي؟ طول اليوم؟ يفتح دعسر خفية يعني اللي عنده رز خربه سوى اللي عنده عدس سوى اللي عنده البدن احنا مش فرق معنا البدن الفلاح ما فرق معه عنده جاج عنده حمام عنده طرش بقدر ياكل نعم كان متضايق الفلاح المدني كان متضايق يا رب عفوا المدني كان متضايق طب انتوا حجي كنتوا تساعدوهم شيء؟ لا بس تجيش يجوا واحنا نروح مرش لعندنا طيب المخابز كانت تفتح حجي في المدينه بالاثناء الاضراب؟ قليل طب عندك معلومات ليش انفك الاضراب يا حجي؟ لا عندي معلومات انه اضراب 6 أشهر وبعدين الانجليز خففت الوضع تبعتها عن المكان بالاول نعم بدات الثوره صارت عامه ما بصوره يعني بمنطقه خاصه صارت ثوره عامه نعم ضل أصار حرب العالمية الثانية. طيب حجي في ثورة 36 حدا استشهد من أبناء قريتك أو جرح أو عدو؟ مش غير 4 استشهدوا؟ واحد مسيحي وثلاثة إسلامي. مين هم يا حجي؟ أحمد أبو حبلة هاي اثنين حسين جليل وأحمد أبو حبلة واحد مسيح الباتي واحد باتي جمال أربعة جمال أربعة عم المسيحيين كانوا شاركوا بالثورة زيهم زي المسلمين يا حاج قليل قليل أقل قصدك قليل بسرعة وهذه كمان كانت قليلة نعم وهذه المسيحية قليلة لأنه ما بي حتى مش صار هون حرب احنا مع الهويه مين قام هذيك اليوم عندنا مقابله امين جميل نعم مع احمد منصور مين سقط للزعتر مين دب هاي العالم على الهويه ابن جميل اروع طرف رئيس الجمهوريه امين جميل الله يكون بالعون يا حج طيب حجي الثورة ككل انتهت امتى حجي؟ بالاربعينات لما طب ليش؟ لما صار حرب العالمية الثانية طب كيف انتهت يا حجي؟ شو السبب في انتهائها؟ هذا ما بلش في ذاك سقط الحج أمين الحسيني نهى الحج أمين الحسيني نهى طيب حجي الحرب العالمية الثانية حرب ألمانيا حدا شارك من أبناء قريتك في هذه الحرب؟ لا بصير واحد اسمه يوسف يوسف ايش يا حجي؟ شارك بالحرب وراح أسير فلتوا مع الأسرة وين راح أسير؟ لأي بلد حجي؟ ألمانيا أخذته أسير وبدلوه بالأسرة يا حجي شو اسمه حجي؟ يوسف من أي بلد؟ من أي عائلة؟ هو أساسه من شحناتة أساس أمه وأبوه من شحناتة بعد اسمه شحناتة يوسف إيش؟ يوسف بس بعرف عن يوسف بس أساس أمه وأبوه من شحناتة وهذا عندنا الأب ربع عندكم؟ ها؟ الأب؟ طيب حجي طول لما رجع؟ قعد مدة تخلصت الحرب فلتوه كان رمي بالعلمين رمل كان بالعلمين نعم وصل للعلمين هو العلمين الرمل كان بالعلمين عنده 4-5 دبابات كل نهار يضرب فيهم بالرمول كل هاي عند جيش له اول ما الاخرين 3-4-5 دبابات كان طائرات الالمانيه تضرب الفين ربعيفه نعم تضرب الفين ربعيفه الطائرات
طيب حجي، أثناء الحرب العالمية الثانية كيف كانت أوضاع الناس الاقتصادية يا حجي؟ كانت كويس. إنجلترا راح تخطط أثناء الحرب حجي. أثناء الحرب. لا أنا بحكي عن الوضع الاقتصادي. وضع الاقتصاد سيء من أساسه. نعم. ما في. إيش عزيز. طب أنتم تصدير البضاعة ما في. نعم. تصدير البضاعة ما في. ما أنت زارع بطاطا. زرع شدل أرض بطاطا. شو بدك فيه؟ ما في بيع. صار انتهى. عندك صحرة مطبيخ عندك تقع فيها انتهى. ليمون، كل كيس ليمون بشلن، كيس ليمون قبل ليمون ميد أحمر بشلن فلسطيني. طيب حجي، يعني موضوع تصدير البرتقال حجي توقف. ما فيش لبرا. لبرا ما في. انتوا كنتوا صدروا عن قبل الحرب العالمية؟ ولا فيش. قبل الحرب العالمية. كنا ناخذه على حيفا. وحيفا وعلى يافا. على حيفا. لا حيفا، يافا ما عندها. وحيفا بتصدر لوين؟ حيفا كل كيس الملخية بالربطة، ما بالربطة. كل اللي يجيبوا عجار السيارة. انت بدك تستفيد لما تبعت على الخارج. بتصدر بضاعتك على الخارج على دول غير دولتك. طيب حجي، سمعت بشركة ستيل؟ نعم. شركة ستيل سامع فيها؟ هي يهودية. انجليزية حجي؟ انجليزية. سامع فيها حجي؟ بتعرف شو اشتغلت؟ لا. ما كانوا صادروا القمح مثلا واعطوكوا بداله طحين كندي؟ انجلس كانت تجيب الطحين الكندي. نعم. نزل على السوق بيع الرطل بقرشين. ليش بدك تاخذ انت قمح تاخذ تطحنه؟ نعم. طحين كندي الرطل بقرشين بتذكرها. نزل على السوق بواخر، بس شوفوا لما نزل على البيدر تروح تجيب بواخر انجليز وتنزل على السوق وتبيع الرطل بقرشين. طيب حجي، تعرضتوا لهجمات من العصابات الصهيونية يا حج؟ لا، احنا بلدنا بعيد عن هذا. اليهود ما هاجموا؟ ما جيش علينا. حتى اللي في بس جولة ومعصوبة لا لا لا، حتى قبل ما احنا طلعنا لما الزيب سقطت وقالوا هاتوا سلاحكم، ما فيش بلد بلحيلة لما قالوا الزيب سقطت. طيب انتوا يا حجي ما هاجمتوهم لليهود؟ ما هاجمناهم. طيب يا حجي، صار عندكم علم او معرفه بالمخططات الصهيونيه اللي الهادفه لاخراجكم من فلسطين؟ يعني لو عندنا علم المستراتيجي اليهود يجيبوه بالبواخر. نعم. اليهود بالبواخر مستوطنين، شو طلبينا؟ يعني جيتوا عم عن البواخر اللي فيها اليهود بالأسلحة وصارت اضربات وصارت مظاهرات ما حضرت. طيب اليهود عم كانوا يتدربوا؟ لا ما شفناه. طبعا بيتدربوا. ما شفتوهم حواليكم كانوا يتدربوا؟ لا لا لا، لا بالعصي لا بال لا لا. خب تدربوا عندنا بالمستعمرات، ليش تيجوا لعندنا؟ تدربوا بالمستعمرات تبعتهم. طيب حجي، سمعت بقرار التقسيم؟ تقسيم. نعم، اللي بشهر 11 صدر. نعم. بشهر 11 عام 1947. نعم. طيب شو كان رأي الناس في قرار التقسيم؟ ما بتعلمين شيء. قالوا ايش اقترضوا مين حج عميد عسين الجماعة ايش اقترضوا؟ الناس رضوا ولا رفضوا يا حج؟ اذا رضينا ما طلع بينا حد ايش احنا راضيين بأوسلو؟ لا. طلع بينا شيء؟ طبعا لا. طيب حجي، يعني انا قصدي عبرتوا عن رايكم في الرفض؟ عبرنا كثير وما طلع بينا شيء. طيب يعني الناس كانوا ضد التقسيم يعني؟ نعم. وضد اصله حجي؟ ضد مش ضد التقسيم. ايه. ضد اللي قام بالتقسيم. وضد اصله يا حجي ولا لا؟ واصله رسمي عين.
انت معه ولا ضد المهمه؟ بعد ما بعدك راح بده ما برجع لبلوي. الحمد لله على كل شيء. راح بده ما برجعش لبلوي، هاي انا اكدت. منيح حجي. طيب حجي، كان يجيك قيادة الثورة يعبئوكم مثلا، ينبهوكم من الخطر الصهيوني، يحذروكم من هذا الخطر؟ كثير فيه. مين كان يجي يا حجي؟ الثورة تيجي، الزعامة تيجي من برا، في مهاجرين يهود. لا أنا قصدي في وأنتم في في البصة يا حجي. كانت يجيك، كان يجيكم قيادة الشعب الفلسطيني، كان يجيكم حدا منها حجي؟ أبدا. طيب حجي، الاحتلال البريطاني كيف كان يتعامل معكم فيما يخص اللي يعني يمسك عنده سلاح؟ كان احكام عرفيه قاسيه، احكام عرفيه، قطعه السلاح بتروح فيها مش اقل شيء من 15 سنه. طيب واليهود يا حج؟ مسموح له، مش قانون هذا؟ لما سقطت ألمانيا كل من بإيده قطع إله. شو يعني أربعة؟ لما سقطت ألمانيا، أنا ساعدتك في ألمانيا، شرط أساسي شو في معي إلي أنا؟ مع دبابة إلي، مع مسطح إلي، مع مدفعية إلي. كانوا اليهود مشاركين في الحرب العالمية الثانية حجي؟ كانوا مشاركين. ليش كم يهود قتلوا هتلر؟ بقولوا 6 مليون. مين الدبابات اللي كان يحرروا فيها فلسطين؟ كلياتها دبابات إنجليزية. يعني حجي كان في تمييز بين ال عند حكومة الانتداب؟ معلوم كان في تمييز. مطلع بالأوراق تبعتي عربي إنجليزي عبراني. احنا شعريين من 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 لما صار حرب ألمانيا عارفين شو فيه. لكن ما طلع بينا. طيب حجي بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. لا أنت